فرافيرو المشهور وصل يا جمهور، اللايك السريع على الفيديو الفظيع. فرنزاتي مرحبا في قناتي، النهارده هشتغل في خدمه العملاء في السوبر ماركت. من يومك خدوم يا فلافيلو؟ تصفيق حان. فرست اوف، اولا الشغلانه دي صعبه جدا، سو لازم ناخد الامور بجديه، عشان كده معايا حواجب التكشير. مع فلافيلو هنعيش زمن التكشير وننسى زمن التكدير. حساب الاسعار مساله دقيقه جدا ومحتاجه هدوء. اوبسي، شكلك طبخه مسقعه بالبتنجان، لو منك اعمل جنبها لوبيا بعين سودا. فلافيلو قاعد يورينا خدمه العملاء كما يجب الا تكون. احنا سوبر ماركت بيكرم عملائه، اتفضلي البطختين دول على حسابنا. لا وكمان لسه حضرتك على حسابنا، وحساب الحساب اولسو على حسابنا، ونضيف صاحب المحل ده كمان على الفاتوره. سوبر ماركت فيه من الالف الى الباء. يا سلام، احنا في مخزن السوبر ماركت. ايه ده يا ترى؟ هل هو سنجاب ولا جوجاب؟ لا لا، مجرد باب. ايه ده، انا اتحبست جوه في المخزن، عملت ايه عشان يحصل ده؟ يبغالك زنزانه مو بس مخزن يا فلافيلو. ودلوقتي كيفيه ترتيب وتنسيق المنتجات. بتاتا يجب على الفيل عدم فتح الفول. ايه ده، في صوت عمال بيقول لي افتحوا، انتوا سامعين؟ لا مو سامعين. يجب عدم فتح الكيس هكذا نهائي، وكمان عدم اكله. حساب هذه الاشياء سيخصم من راتبك. كما يجب عدم رمي الفول على المسؤول. هوبسي، تحذير، المشهد التالي تم حذفه بناء على طلب النجم فلافيلو اللي هو البطل والمخرج وعامل البوفيه. الحقيقة إني اعتذر بولوجايز للمدير وسامحني، قام جاب لي زبادي هدية، بس للأنفورتشنتلي دلقته على الأرض، فعقابا ليا بمسح البلاط. مع فلافيلو كل لحظة مصيبة. كل واحد لازم يشتغل الشغل اللي بيناسبه، وزلومتي مناسبة لشغلانتي المكنسة جدا. فلافيلو، هل غسلت النقود؟ أمال، الدنجولات في ناحية والشكاشيك في ناحية، ولمعتهم شكشوك شكشوك. يا ليت اليوم يعدي على خير. شيكو، غير عنوان الحلقة، كيف تم رفد فلافيلو النهاردة؟ ما صورت مشاهد كفاية عن هذا الموضوع، أبغى تفاصيل. باختصار يعني مش مسموح لي أدخل هناك نهائي، كل ما أدخل السيكيورتي لازم يرحبوا بي. هلوس، ابتسم، تراني أصور. اوه، يمكن لازم اجرب اشتغل سيكيورتي يوما ما. اكسكيوز مي، استفسار رفيع، الوشوش المكشره الغضبانه دي هم اللي بيصرفوها لكم؟ اللي يبغى يشوف فلافيلو في وظائف تانيه لا ينسى يدعس لايك. باي باي، كشروا معايا. هوبسي.